السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم عندنا لعبة بنحاول نختمها شبيهة ميجا مان. اللعبة يقولون انها صعبة، نازلة تقريبا لها 3 4 ايام بالضبط، ماني عارف، موجودة بالستور الاوروبي او بالستورات العربية بقيمة 5.59 دولار مثل ما هو موجود قدامنا، وايضا موجودة على الستور الامريكي بقيمة 5 دولار. اللعبة يقال انها صعبة ولها 6 مستويات، بنحاول قدر الإمكان أن نختمها خلال ساعة مع كود مساعدة عن الدمج. الكود المساعدة عن الدمج راح يخليكم أقوياء عن الدمج، لكن ما راح يمنعكم من الموت إذا سقطتم من الخريطة نفسها. وأيضا عندنا لازم ننقذ الأشخاص الموجودين في الخرائط اللي هم المواطنين أو الضحايا. لكل خريطة لها ضحايا وما هي معقدة، تقدر تشوفهم مثل ما هم موجود قدامنا الآن. 6 مستويات، نروح المستوى الأول ونحاول نسوي الكود. الكود راح أحاول إني أحطه عندكم بالخريطة. عندنا 7 مواطنين لازم ننقذهم. الكود راح احاول احطه عفوا مو بالخريطة، بالفيديو. شوف الكود، اب اب داون داون، اب اب رايت ليفت ليفت رايت مربع، ايوه جود مود حطيناه. الان نحاول، اوكي ما في دمج، اوكي ما في دمج، شوفوا ايوه مربع اللي هو، اوكي مربع هو اللي يرمي. لازم ننقذ لنا شخص هني، اتوقع في شخص هني، ايوه هذا هو الشخص. علشان تنقذه لازم تذبح الكائنات اللي عنده. انقذناه مثل ما هو قدامكم بالصورة، جعل علامة صح. نروح نشوف الثاني اللي بعده، حلو عنه صوت، ايوه بس مضبوط، بس في شيء تحت. شكله في مواطن تحت، اي هذا هو، ساعدنا، حلو. شوف يمكن في شيء ناخذها، ما ادري شنو الفائدة من الكريستالات، ممكن تساعدنا بتطوير الاسلحة، لان اللي فهمت انه يتم تطوير الاسلحة ايضا. ايوه خلصنا الحين من شخصين، في شخص ثالث، الشخص الثالث ما ادري وينه، اي هذا هو، ساعدنا أساعد كمل، حلو. ولمتطلبات البلاتينوم أن نساعد المواطنين، هذا ساعدته، أوكي هذا زين لقيته. خلصنا منهم، الحين كم باقي لي؟ تقريبا باقي لي 3 كلهم نساء. اوكي هذا ساعدته، في احد فوق،
ايوه هذه اوكي ساعدتها المفروض ولا ذبحتها اوكي لا زين في شيء تحت لازم نذبحه ايوه طيب انا ذبحت اللي حواليها كلهم لا تقول لي لازم اذبح اللي فوق بعد احنا البوس نتركه علق علي طيب المفروض انقذتها في واحد فوق صعدنا المفروض انقذناها طيب لا تقول لي علقت اوكي انقذناها في فوق احد ايوه هذه ايوه خلصنا منها لا لا باقي واحد باقي واحد وينه مو هني فوق ما رحت انا ايوه بعد فوق تعال تعال تحت ايوه تعالوني لا اوكي طلع عندي نقزتين انا ناسيها يا متناحص صدق
انقذتهم كلهم. خلصنا من المرحلة الأولى. بس وين نروح بالضبط؟ نروح فوق أتوقع. ناس إن عندي دبل جمب. أوكي لازم أصعد فوق. أوكي أتوقع خلصنا صح؟ إيه خلصنا المرحلة الأولى. إيه ليفل 1 كومبليت. الحين عندنا اوكي البوس. لا تقول لي لازم اسوي انا شوف. ايوه لا اهم شيء انك ما تطيح. قاتل البوس الحين. هذا البوس الاول للمرحله الاولى. اهم شيء انك ما تطيح عشان لا تموت. اوكي ذبحنا. well done. هذا تروفي ان ذبحنا البوس. خلاص المرحله الاولى. نروح الحين المرحله الثانيه ننقذ المواطنين وبعدها قتال البوس. اوكي تطور معي السلاح من كيفه. انا ما سويت لحظة دقيقة. اوكي لا سوى خلاص اللي هو الكود. لحظة انا ليش طلعت من هنا. ما في فوق شيء. ممكن في مواطن شيء. اوكي لا حدي هذا. تقريبا ما لقينا ولا مواطن. اوكي وين هذا هو. انقذنا واحد. اوكي انقذنا رقم اثنين. خروج من هنا. اوكي اتوقع الخروج من هنا. انقذناها. الحين ايضا باقي لنا هم اصلا كلهم ستة. انقذنا ثلاثة وباقي لنا ثلاثة. حلو انقذناها بالغلط بعد. باقي لنا اثنين. ما ادري ليش احساسي انه هناك. نروح ممكن نحصله. اي في شيء تحت بس ما اقدر اجي. اللي هو اللي تحت هني. راح اجي من الجهة الثانية. Thank you.
تقريبا راح حصلت ولا واحد. احساس انه راح يكون هنا مثل ما توقعت. انقذناه، باقي لنا الحين واحد وين نحصله. اللعبة ممتعة، واللي خلاها ممتع الكود يساعدك، ولا من غير الكود ممكن تكون صعبة. ما أبي أنزل تحت، نبي ننقذ آخر مواطن. غريبة وين مكانها؟ هذا هو الحين، نشوف وين الخروج. ايوه خلصنا، الحين ناخذ تروبي اتوقع. خذنا تروبي ليفل 2 كومبليت. الحين هذا البوس اتوقع النهائي، بعدين يمكن ليفل 6 هو اللي راح نواجهه. الحين نباري البوس او نحارب البوس رقم 2. اهم شيء انه يطيحك من خريطة. حلو، مات، well done. ناخذ التروفي الثاني سكاي وورد. بسم الله، نبلش مرحلة رقم 3. حلو، كم عندنا؟ 6 نفس الرقم. إذا نزلت تحت الموت صح؟ أوكي. صار عندي طيارة، أنقذنا. حلو، قمنا نطير. خذ هذا، انقذنا. اتوقع في شيء تحت. وين رايح؟ اوكي، طلع فيه هنا مواطن او ننقذه.
شكلي مو مفعل الكود مود هون مفعله. اب اب داون داون اب اب رايت ليفت ليفت رايت مربع. اوكي لا عاد اب اب داون داون اب اب رايت ليفت ليفت رايت مربع. اوكي اوكي ما تدمج الحين ما تدمج. طبعا ما ادري وين رايح انا. نقاذنا ثلاثة. أربعة. باقي اثنين. في واحد هنا نروح له فوق. توقع طريقي صح، طريقي صح، توقع توقع توقع، ما أدري. باقي لي واحد وما أدري وينه. ندور العلامة. هذه ساعدتهم ردينا إلى السطح. ناقصها خريطة، لو في خريطة. لا ما في خريطة. ايوه هذا اللي باقي. لقينا احنا وين نروح؟ اتوقع هنا. ايوه خلصنا المرحلة رقم ثلاثة، الحين باقي البوس حق رقم ثلاثة ونشوف. اللي فهمته ان الحين حاليا الطاقة ما تنزل لكن الكريستالات تنزل بسبب طيران، فنبي كريستالات علشان الطيران. هذا اللي فهمته، بس ان شاء الله نطلع فيها البلاتينوم وما نطول فيها. لعبة ممتعة بصراحة. خلاص خلاص اوكي خلصنا منه. زين خلصنا منه لان
بغى يطلعني من الخريطة وموت وعيد من أول جديد. طبعا إذا مت لازم تعيد من أول جديد. حلو، الحين نروح إلى المرحلة الرابعة. بداية قلت الكريستالات ما تفيدني، لكن الحين تفيدني حيل. لقيناها بالصدفة، هذا جينا منه. أخذ الكريستالات وراحت برا الخريطة. باقي لنا ثلاثة الحين. شفتك عندنا كريستالات حق البوس، لا سمح الله كان صعب. هنا واحد والثاني قبل شوي شفناه. خلصنا هذا الكريستالات حق البوس والشيء الخضراء. لازم يوم اني جيت عاد. ايوه وصلنا للنهاية، هذا النهاية. كذا خلصنا رقم 4، واجه البوس الحين. رفعنا الصوت عشان يندمج. اوكي هذا قام يرمي، لا زين ما طرحني. اوكي تعال، اوكي ذبحنا اسرع سريع. خلصنا من البوس رقم 4.
نروح إلى بوس رقم 5. شفنا أول وحدة أو أول مواطن، حس في مواطن تحت. أوكي ما في شيء. شفنا الثاني. شفنا الثالث. خذ الكريستالات. اوكي في باقي لنا اثنين، ان شاء الله عاد ما نطول فيهم. كل النهاية اي النهاية هنا ما يصير، لازم اروح اجيب اثنين. هذا الثالث، عفوا هذا الخامس، باقي لنا السادس. غالبا راح يكون الجهة هذه لاني ما جيتها. هذه جيتها، هذه جيتها، نروح هنا. ايوه حصلناها. شو اني ما مت. حلو، خلصنا من المرحلة الخامسة. اوكي هذا الوحش يطير. حاول قدر الامكان ما طيحنا بالخريطة. ايوه دام انه ما طيحنا نهاية الخريطة زين، والله كل ما لا ينزل. ايوه ذبحنا. اي براد هذينا مستر جولد بلوم. باقي لنا اخر خريطة، هو البوس النهائي اتوقع.
نحافظ على الكريستالات قدر الإمكان. في واحدة تحت اللي تحت هنا هذه هي. أذكر في واحد هنا يصيح. أشوف هنا في يمكن شيء. أوكي. أوكي. وين راح نحصل الباقي؟ باقي لنا ثلاثة. أيوة هذا الثاني. هذا ما جيته. باقي الاثنين. Thank you.
الله اللي ببالي. حلو. أيوة زين خلصنا وما عندنا ولا كرست على، يعني عادي أموت عند الوحش ثم انجلط. يلا باقي لنا الوحش الحين. خلصنا، ما بغينا اكثر من 3 محاولات. حلو، ليفل 6 كومبليت. كنت داري انه راح يكون صعب. جود باي فور ايفر. زين انه ما يدزني، يعني نقدر عليه ان شاء الله، نقدر عليه. حلو خلصنا. حلو زين خلصنا. سكراب متل اخذنا فيها بلاتينوم حلوة والله. بيني وبينكم تستاهل 2 دولار 3 دولار حدها يعني بالكثير. شكرا على المشاهدة، أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.